وفرقة المسافر الله ترى جيبهم بالموتور بلاص نكرم الميكا 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 نديرها الميكا انا طحت اكالي ذا باش نقول الناس في الفلاحات تلاحت الماركة اللي ما كتمشيش اللي صعيبة في الانتاجية بحال البلاطة بحال الكروستا بحال البنانة اللي هي طوال السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سوق طيور بسطاس التي تتواجد بجنب المقاطعة الحضرية الثانية حدا الطاكسية ديال الطريق بن حمد سيدي حجاج يعني كنشوفوا الأثمنة ديال الطيور الهواة وعشاق الطيور كيف ما شفنا الكنار الكر ديال الكنار داير الثمن ديالو 50 درهم رشيد بغيناك غير تقول لنا الأثمنة ديال الطيور والجو يعني كيف دير هنا يعني ديال هاد السوق ديال الطيور اللي هنا بالمدينة ديال سطاف. السلام عليكم الإخوان، كنشكر شوف تي في على ديما كتجي كتبادر هاد السوق هذا يعني من ناحية الطيور ديالو والأثمنة ديالو. بالنسبة للأثمنة خويا الكناري شوية طايح كناري الكناري طيح الناس كتقلب على البيض وباغي تاخذ بواحد الثمن اللي هو رخيص شويه
يعني باغي تاخذوا بهذيك 730 درهم البيض اللي كان كيوصل 5000 ريال حتى 4000 ريال طاح، ولكن زوان هو اللي دار هذا الشيء. شي سبب اخويا رشيد؟ زوان اخويا زوان طلع زوان، الخنشه ديال زوان ولات واصله ديال الكناري 9000 ريال. 9000 وديال الباجي ولات واصله 6000 6400. دابا الناس يعني ماشي في الطاقه ديالهم كيبغيو يحاولوا يربيو ويحاولوا. دابا حيت هذا الشيء دابا ديال الكناري ساهل في التكتير ديالو، في الانتاج ملي كيبدا يكثر يعني ساهل. الناس مشات لشي طفرات اخرى اللي هي ما صعيب انه الانسان انه يربيها، مثلا بحال الفايو بحال ايزابيل بحال هذاك الكروستر بحال شي انواع اخرى بحال البلاطا، هادو كيكونوا صعاب في الانتاج ديالهم وكيكونوا قلال في السوق وهما اللي مشاو لهم الناس باش سي رشيد. بحكم التجربه ديالكم وبحكم انكم كتوفروا على واحد القناه يعني خاصه بهاد التربيه ديال الطيور، كيفاش كتشوفوا يعني الواقع ديال التربيه ديال الطيور بالصفات وبالمغرب على العموم؟ المغرب اخويا كامل اخويا طايح فيه دابا الاثمنه حيت الجماله وضربوا الشناقه ضربوا الطيور هادو، بداوا بالكناري هو الاول عاود دازوا الباجي دازوا الرينبو يعني طيحوا لي السومه ديالو ودخلوا دابا في الهوبو وداخلين في شطافرات اخرى بحال لاسوينغ وبحال البلاك وينج وبحال شي انواع اخرى، حتى هي بدات كطيح السومه ديالها ما بقاش. مثلا لاسوينغ كانت كتوصل 70000 ريال الكوبلا، دابا ولات كتوصل هذيك 20000 30000 الكوبلا، المستوى زوين. البلاك وينج كانت كتوصل حتى 50000 ريال الحبه، ان الكوبلا دابا ولات كتوصل هذيك بين هذيك 16 14000 ريال، يعني طيحوا هما تيطيحوا الاثمنه ديال هذا الشيء. هذا الشيء اللي هما الشناقه هو اللي كيضرب السوق. هو اللي كيضرب السوق، كيدخل السلعه ديالو بالكثره انه يدخل في الدار، وكيدخل الاسواق انه كيدخل ثاني العصافير ديالو الاسواق، والناس ملي كتبغي تدخل الاسواق انها تدخل العصافير ديالها هذاك الشناق مطيح السوق. مطيح السوق. المشكل ديال الشناقه يعني طارحين المشكل في اي مجال. في اي مجال. يعني هما اللي مغليين السوق. هما لا هما اللي مطيحين السومه ديال السومه. هنا خصو الانسان ملي دخل الطيور ديالو خصو يعزز واحد الثمن اللي يكون موحد بحال المصريين داروها. المصريين كان طالع عندهم زوان وهذا الشيء ديال المواد. نادو قال لك ما فيش عصافير الانتاج ما خدموش هذا العام، ما خدموش ما خلوش العصافير انها تخرج، صافي حبسوا. وفي الاخر شدوا لها السومه ديالها، السومه ديالها شدوها، كل طائر داروا لي التسعيره ديالو. كل طائر داروا لي التسعيره ديالو، لا في الكوكتيل لا في الباجي لا في الكناري لا في الانواع ديالو كامله. هنا السومه ديال الطائر طايحه. سي رشيد شنو الرساله ديالكم اللي كتوجهوها يعني بخصوص هذا المجال ديال الطيور وهاد الامور يعني ديال ارتفاع الزوان؟ كنوصي انايا الدراري انه ما يقويش الكثره في التربيه عنده في المنازل، يحاول يلعب على الكوبلات اللي غادي يقد بهم، لا في الكناري لا في الباجي لا في انواع الطيور كامل، انه الانسان ما يقويش باش يبقى واحد التوازن. يدير واحد التوازن اللي غادي يغلب عليه على الزوان ديالو، وواحد الطيور اللي غيربيها تكون مستوى عالي، ما يربيش اي حاجه. فعلا اخويا الا مشى الابيض في الكناري يحاول يدير واحد ثلاثه كوبلات، ما يديرش واحد 40 كوبله باش يكثر عليه ثاني ويعاود يدخلو يشوف هذا الشيء اللي طاري. شكرا لك اسي رشيد، الله يحفظك، الله يكبر بك اخويا، تحياتي. كيف كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تي في مباشره من سوق الطيور؟ كان هذا التصريح ديال واحد الاخ يعني مختص في الطيور و وعاشق. الرساله ديالنا يعني كنا نوجهوها وكنتمناو انه يتم تخصيص واحد السوق خاص لهذ الطيور، لانه بالنسبه للمدينه ديال الصفات، المدينه ديال الصفات اللي كتفتقر لواحد السوق خاص للطيور على غرار باقي المدن كالمدينه ديال الدار البيضاء، المدينه ديال برشيد. كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر اخر.